تدشين أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في جامعة السلطان قابوس في مبادرة لنشر الوعي حول أهمية استخدام المركبات الكهربائية وقياس مدى فعاليتها وكفاءتها. انتشار وتطاير الأتربة على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والوسطى. تمكنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف من السيطرة على حريق شب اليوم في منزل مكون من طابقين في ولاية السيب دون تسجيل إصابات.